يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. عرفتوا الحين ليش نحافظ على الأذكار؟